السلام عليكم، واتس اب ايفريوان. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. عندي شحال ما درت لكمش فيديو، جيسبر تكونوا بخير. معليش هذا الانقطاع كان انقطاع فقط عن الساحه اليوتيوبيه، ماشي يعني عن الخدمه ولا عن العمل ولا على لا ريشيرش تاع لي ميثود دو ترافاي سور انترنت ولا ذا ميثود اوف ورك اونلاين. كاين ناس بزاف قالوا لي ديرينا الفيديوهات باللغه الانجليزيه، لكن انا الناس اللي راهي تتبعني معظمها من المغرب العربي، يعني يتكلموا الدارجه او اللغه العربيه مخلطه بالدارجه ولا باللغه الفرنسيه، وراح نسين وضع كلمات باللغه الانجليزيه لانها لغه مهمه في هذا المجال. اوكي، واليوم راح نقدم واحد الطريقه، بالك كاين ناس بزاف يعرفوها، لكن هذه راح تكون للمبتدئين في مجال العمل عبر الانترنت. كاين بزاف ناس يقول لك انا ما عنديش خبره في هذا الشيء ولا ما عنديش راس مال نقدر نبدا به، لكن كاين امور خفيفه يقدر الانسان يديرها على الانترنت ويكون عنده مدخول، فقط يلزم الالتزام بهذا العمل باش يكونوا النتائج. اوكي، كوميرس نوت كومبليكيتد، تي سبرينغ از فري اند تو اند سولوشن فور يور اي كوميرس بزنس اند كرييت اند سيل اونلاين، جيت ستارتد. اوكي، نضغطوا على جيت ستارتد، تي سبرينغ معظم الناس يعرفوه اللي يخدموا تي شيرت ولا البرينت اون ديماند، البي او دي يسموها. البي او دي معناتها برينت اون ديماند، يعني الطبع على حسب الطلب، يعني الطلبيه كي تجي انسان يخير واش راح يطبعوا له على التي شيرت ديالو ولا على الماغ ولا على اي حاجه، وعنده عموله، عنده عموله على كل مبيعه، يعني على كل مبيعه ولا على كل طلبيه تكون عنده في المتجر ديالو. احنا واش راح نديرو؟ تشوز يور برودكت. واش نديرو؟ جيت ستارتد. راح ما فهمتش انا علاش خرجت لي ديريكتومون هنايا. نورمالمون تخيرو وشنو هو المنتوج اللي راكو حابين تخدمو عليه ولا تحطو لي ديزاين عليه. كاين بوستر، كاين البيلوز، وكاين الكانفا برينت، وكاين البلانكيت، وول باتسري، وول تابستري، سوري تابستري، او ماي جاد، وول تابستري معناتها هادوك اللي يجوا في الحيط. كاين واحد هكذا شراش في خدمهم يجوا في الحيط. البلانكيت اللي هي تاع الفراشات. دونك حنا واش راح نروحو؟ نروحو الاكسسوارز. الاكسسوارز كاين الايفون كيسز، بما انه في العالم كاين بزاف اللي يستخدموا الايفون، دونك يحبوا بزاف هاد لي تروك تاع لي ديزاين جدد. نروحو الستار ديزاينين، رايحين حنا نقومو بعمل تصميم على هاد الكيسز لي زونتي شوك تاع تليفونات، ورايحين هنا نديرو تارجت، يعني الاستهداف تاعنا او سي بلاش تاعنا لهواتف الايفون ولا الابل. دونك عندنا هنايا تقدروا تخدموا تصميم نتوما على فوتوشوب ولا على بلاتفورم واحد اخرى مثال كانفا، او بالهاتف بيكس ارت ولا اي تطبيق اخر نتوما تستعملوه باش تقدروا تخدموا تصميم يكون سامبل، اي حاجه عاديه تقدروا تخدموها. دونك بي كرييتيف، هذا واش نقول لكم. تراي تو ثينك اوت اوف ذا بوكس، لازم تخمو شويه خارج الصندوق، ما ديروش حاجه كاينه، لازم تمزجوا شيئين وتخرجوا بحاجه جديده راهي في السوق. مثال، كاين الناس يحبوا القطوطه ويحبوا البحر، تقدروا ديروا تدمجوا هاد زوج حاجات في حاجه واحده في تصميم واحد، والتصميم يقدر يجيب لكم مبيعات كبيره. نصيحه واحده اخرى اللي تقدروا تستعملوها، انا ماش حنوري لكم كيفاش تخدموا الديزاين، هذا امر عادي. مثال، راح نوري لكم سيت يور برايز، راح انتم ديروا البرايز. مثال ايفون 6 6s، 7 دولار بروفيت بير سيل، معناتها عندكم 7 دولارات كي تحققوا مبيعه واحده لايفون 6، وهكذا. يعني شوفوا السعر ديال الكيس 19.99 دولار، بمعنى 20 دولار هما بالعاني يديروا هذا الرقم في التسويق، عنده خاصيه تمد الراحه للانسان اللي حيشري. دونك توجور يديروا فاصل 99 باش ما تبانلكش بزاف غاليه، باش تبانلكش 20، توجور تقول 19 ما تقولش 20. دونك كاين واحد الحاجه راح نقولها لكم. مثال، هنا كي تحطوا التصميم ديالكم، بعد ما تحطوا التصميم رايح ندير مثال صغير.
فوالا هنايا تقدر تكتب اي اسم، تقدر دير تاع الحروف الابجديه معناتها ليلات على حساب اسم الشخص هذاك، وان شاء الله تحققوا مبيعات علاش لا. لا كاينه حاجه نقولها لكم قبل ما نكمل هذا الشرح، تقدروا تروحوا لجوجل ترندز، راني نعطيكم بعض التريكس تقدروا تستعملوهم، ولا الميثودز اللي تقدروا تجيبوا بهم واش كاين حاجه اللي تقدر تحقق لكم مبيعات في هذيك الفتره، لانه الفترات تتغير وهذا الشيء راح ياثر على المبيعات ديالكم. دونك لازم تشوفوا واش كاين تريندين اوف لا توندونس، وتزيدوا تخلوا شويه انفسكم، تخلوا المخ ديالكم يخدم بطريقه يعني بكرييتيف واي، وتجربوا مع عده تصاميم وان شاء الله تحققوا مبيعات. نخيروا هنا البلد نورمالمون، نخيروا البلد اللي راني رايحين اللي راهي في الاستهداف تاعنا، خاصه امريكا، كندا، انجلترا، وبعض الدول الاخرى اللي تستعمل اللغه الانجليزيه بكثره، ويستعملوا ايضا هواتف الايفون بكثره. احنا في الجزائر هنايا نقدروا نقولوا 40% يستعملوا الايفون، واكثرهم يستعملوا الاندرويد سيستم، يستعملوا سامسونج عنده مبيعات كبيره في الجزائر، ولكن البيع في الجزائر حيكون ضعيف ولا ما يكونش كامل، لانه الجزائر مازال ما طوروا انفسهم في مجال العمل عبر الانترنت او الشراء عبر الانترنت. سوري هاد الكلام واش حيتعلق بتي سبرينغ، لانه تي سبرينغ على ما اعتقد ما يوفرش الارسال للجزائر، دونك هاد المعلومه مانيش متاكده منها، لكن هاد الكلام قيسوه على مواقع اخرى. في جوجل ترند تروحوا مثال، هنا البلد راهي لي زيتازوني، نديروا مثال الكيس ايفون فوالا، مثال بوليتيك كيس ايفون، نحوسوا على هذا الترم ونشوفوا واش راح يخرج لنا. اوكي ونشوفوا النتائج، يعني راح نشوفوا النتائج تاع الترم هذا لوا ميزوري فوالا، واش الناس تحوس بزاف ايفون 11 برو ماكس كيس. نقدروا نلقاو كلمات مفتاحيه يعني مع كيس، ونشوفوا السيرش ديالهم، نقدروا نخيروا الفتره ونشوفوا السيرش ديالهم. هذه رايحه تكون خدمتكم ماشي خدمتي، ديروا البحث ديالكم ابري ما نديروا التكست. مثال راح نكتب هنا الاسم ديالي، ونديروا بريفيو، يعني هذا تصميم ما فيه حتى حاجه، لكن نضغطوا فقط على بريفيو، بعدها نضغطوا على كونتينيو، نشوفوا التصميم هذا اللي عجبنا. فوالا مثال راكم تشوفوا في التصميم كيفاش يكون على الـ الكيس، ضغطوا على كونتينيو. فقط كاينه حاجه ننبهكم عليها، لانه مثال راح تشوفوا باللي نسوطي من موضوع لاخر، لكن تفكر الافكار كامله في وقت واحد. دونك كاينه حاجه لازم تعرفوها، انه هاد الفيديوهات اللي راني نقدمها في الفتره الاخيره فيديوهات ما رانيش نقوم بالمونتاج، وتانيت ما رانيش نوجد لهم، يعني نوجد غير سوجي في راسي، نوجد واش عندي كمعلومات، يعني راني نمد لكم في المعلومات هذه بصفه تلقائيه، مانيش نوجد السكريبت ولا السيناريو وندير لكم لا فيديو ولا نو، سي جوست دي فيديو تلقائيه، وكي تكون تلقائيه راح تدو فيها المعلومات كامله، لانه كنوجدها راح ننسى المعلومات وكاين معلومات ما نقدرش نمدهم لكم، دونك توجور نحب يكونوا الفيديوهات تاعي تلقائيه. اوكي مثال راكم تشوفوا الان في الكيس، كملوا الخطوات ديالكم وهكا راكم تقوموا بتصميم لي زونتي شوك
تاع الهواتف ولا الكيسز تاع الهواتف، لكن احنا اليوم واش هضرنا يعني الهواتف التارجت تاعنا ولا الاستهداف هي هواتف الابل ولا الايفونز. الايفونز لانه في العالم كامل اغلبيه الناس يستعملوهم الا في الجزائر وبعض البلدان الاخرى، دونك الايفون هو اللي يقدر يحقق لك مبيعات كبيره. هذه لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واذا ما استفدتوش عطونا لينك نورمال مستفدتوا عندكم، ما تقولي ما استفدناش. بالك تي سبرينغ يعني الناس يشوفوه انه موقع اللي وضع التصاميم ومعروف ومعروف وكذا، وي معروف كاين ناس بزاف تعرفوا، لكن ما على بالهمش باللي يقدروا يجيبوا منه دراهم بصفه كبيره يقدروا يخدموا عليه. انا ما نخدمش على تي سبرينغ ما نكذبش عليكم، يعني الناس اللي عندهم نتائج فيه يبعثوا لنا سكرين شوت عن النتائج ديالهم. راني نخدم سيغ امازون، عندها لا بلاتفورم الكبيره في العالم هي امازون، كنت شرحت من قبل كيفاش تقدروا تدخلوا الميرتش باي امازون اللي هي اصعب موقع يقبل الجزائريين باش يخدموا فيه، خاصه الجزائريين خاصه. دونك لا فيديو تلقاوها يا في الديسكريبسيون يا تدخلوا لاشين تلقاوها. ربي يوفقكم ان شاء الله، و keep going keep rising and keep doing the good work. Goodbye.